السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على البشير باللومي، الناس اللي تبكي على ذا محرز. الناس اللي تبكي على محرز، الناس اللي تبكي على محرز، يقولوا باللي عندنا اللعابه والجزائريه ولدت الجزائر، ولدت اللعابه كيما ولدت، يعني ولدت محرز تولد ثانيك. عندنا رشيد غازال، عندنا البشير باللومي، عندنا كاين لعابه، كاين حتى بنزيه وين يلعب في ذاك المنصب، كاين حتى بنزيه وين يلعب في ذاك المنصب. على انتم راكم خايفين ولا زعما كبيتوا الدواء قضيه وطنيه؟ محرز محرز، شكون غادي يقضب لنا الحداده؟ محرز غادي يقضب لنا، عادي تربحوا هذيك. باغي ستمبريكولير انتم على بالك، على بالك باللي تبغوا تردوا حاجه فار، تبغوا تردوا فيه حاجه فار. لعاب نورمال نورمال نورمال، مدرب ولا لعاب فيران هادو ما كان والو كاع. فار نورمال، ستة تاع 11 تاع الناس يعني دايرين بيهم 60,000 يشوفوا فيهم وصايق هذا مكان. اي صايق من بعد محرز تاعي، محرز 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 محرز، شكون هذا محرز؟ يربح لي فوركو، ما بغاش يجي لي ديكاس. ارا ربي خلص فيه تبليسه، ارا تبليسه، ارا ربي خلصها فيه جبل وديرك. وين اعلنت اداره نادي البرتغالي وين تلقى وين المهاجم الجزائري بشير باللومي دعوه من الناخب الوطني فلاديمير للمشاركه في تربص شهر جوان بعد تألقه الملفت للانتباه خلال الفتره الاخيره في الدور البرتغالي. لعاب ما شاء الله، رانا نشوفوا فيه، ما نكذبش نقولوا باللي رانا نشوفوا مباراه كومبلي، لا ما نكذبش عليكم، نشوفوا لقطات تاعو. وسيكون المهاجم الدولي الجزائري محمد البشير باللومي لاعب نادي البرتغالي متواجد في قائمة الناخب الوطني فلاديمير متعلقة بشهر جوان المقبل، وسيدخل المنتخب الجزائري في تربص خلال فاتح من شهر جوان الداخل، والذي تتخلاه مباراتين أمام كل من غينيا وأوغندا برصد تصفيات كأس العالم 2026. كاين واحد قال لي شوبير يا وحنا ما ناش نديرو فتنة، انا ما نديرلكش تيت تاع فتنه. قال اش عامل واحد يقول لي شوبير هذيك هذا راه داير تيت تاع فتنه، يا وحنا ما نديروش تيت تاع فتنه، انا قادر نعرفو نديرو لي تيت، نكتب لك تاع هذو تعرفي هذو يعرفوك ماك. قصفه كشفه رجع كشفه قصفه كشفه قصفه خطيره كشفه، هذا ما عندهم. روحوا شوفوا لي تيت تاعهم يضحكوا عليكم. هو انا درت لكم ديك خطه التسريبات، مسيلمه الكذاب يهدر للقطوطه تاعهم، قال لهم ركزوا غير على لي تيت باش نجيبوا المشاهده، هذا ما قال لهم. اروحوا نعطيكم حقيقه، اروحوا نعطيكم شكون اللي باع، اروحوا نعطيكم شكون اللي من، مي تدخل مكان لا بيع لا شري، ولا شوفوا غادي نتبعوا ونشوفوا ويحشي لكم ويكسر عليكم، نورمال عادي. ويواصل المهاجم الدولي الجزائري محمد بشير باللومي حصد ثمار تألق رفقة ناديه في منافسة الدوري البرتغالي لكرة القدم الموسم الحالي، وانتزع اللاعب المنتخب الوطني الجزائري محمد البشير باللومي منذ أيام جائزة يطلق عليها اكتشاف اللحظة بعد أن توهج رفقة فريقه في منافسة البطولة البرتغالية شهر أبريل الماضي. وإن شاء الله علاش لا ما نشوفوش البشير ود الأخضر باللومي في بنفيكا، علاش لا؟ واحد قال لي يحلم، قال لي راكم تحلموا، علاش لا؟ أنا ماذا بيا نشوفه يلعب في بنفيكا ولا. وتوج نجل الأسطورة كرة القدم الجزائرية الأخضر باللومي بتلك الجائزة بفضل تسجيله لهدفين وصناعته لأربعة أهداف أخرى في منافسة السوبر ليج. ولفت محارب الصحراء أنظار الموسم الحالي في البطولة البرتغالية بهز شباك المنافسين في 7 مباريات فضل عن 4 تمريرات حاسمة لرفقائه ترجموها إلى أهداف خلال 31 مباراة لعبها إلى حد الآن. شوف كيفاش؟ أنتم تبكوا على الآخر على محرز، هادي ومحرز ما كانش عندك رشيد غزال، فرجت عليه والنامس. أنا رشيد غزال حاجة كبيرة أخويا، نعرفو ريفالدو،
راشيد غازال غير اللي غير البليسي ومنا والطبيب تاع امريكا انا داك حشاهلو في تاع صباعو كلش. راشيد غازال ريفالدو وراشيد غازال خريج مدرسه تاع 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 ليون جا غوريان ليكيب ناسيونال 18 عام كان في ليكيب ناسيونال غير لونترينر برك ما بغاش لونترينر اللي فات كان يحرك فيهم. انا نقول لكم نهار اللي دخل هو وطوبه امام الكاميرون قلبوا البارتيه. لو كان خدم راسو لعب طوبه مع غازال في بلاصه بلايلي وكلش كنا غاديين نربحو بكل سهوله. لكن هو خسر راسه دخل في حيط ودخل الجزائر في حيط. ومن شأنه مواصله محمد البشير باللومي تألقه اللافت رفقة يعني رفقة ناديه البرتغالي ان ينعكس ايجابيا يعني نقولوا بلي ايجابيا على مسيرته الدوليه، خاصه وانه حديث العهد مع تقمص الالوان منتخب بلاده الجزائر، وسيكون صاحب 21 عام امام فرصه ذهبيه لتلقي استدعاء الثالث في مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري المقبل على خوض تربص هام شهر جوان المقبل. وتشير توقعات الى الناخب الوطني فلاديمير سيواجه الدعوه لبلومي للمره الثانيه على التوالي بعدما منحه فرصه المشاركه في تربص شهر مارس الماضي. ويطمح النجم الجزائري لظرف بفرصه ظهور الاول له بقميص كتيبه محاربي الصحراء بما انه لم يشارك في اي مباراه الى حد الان رغم خوضه تربصين. الاول كان مع المدرب السابق يعني غير جابه هكا وصاي جابه خات عليه كان ماركا دو بي جابه وصاي بدون يعني هكا مالغري لعبنا لهنا ربحنا بخمسه راس الاخضر ودرنا ماتشين مع مصر لكن بصح ما لعبهاش ما كاش كاع يا خويا توالي شو نقول لك توالي. هذا البشير باللومي اول مشاركه تاعو يدير تيل في ماتش اوفيسيال ويماركي ونربحو بسبابه. والله ما تنجمش تعرف كاع والله ما تنجم تعرف تراهم كيما برصاوله ويصاوله يعني بزاف لاعبين هذه هي ما تنجمش تعرف ودا ناس غالطين ناس بزاف غالطين على هذيك نقولوا باللي اليوم وين المنتخب يعني المنتخب الوطني الجزائري كان يقارعوا هذا كيسموا هذا محرز يعطينا دعم يعني يعطي المنتخب الوطني دعم لكن هو يعني ما شا غادي تقول له ما بغاش يعاون على ما تعاونش منتخب وطني ايا ديكاش كاين ولا الجزائر سبحان الله. هذه هي يا خويا رجال سبحان الله والله يبارك جزائر صيف مشتا والله الجزائر صيف مشتا كل الشهر على بالكم بلي تساقط الكثيف لحبات البرد يعني في الثلج في لقاء الهلال شلغوم العيد وجمعية الخروب في زوج منتخب زوج أندية هذو اللي لعبوا ناسيونال إي نورمال والله نشوف يا الله يبارك يا خويا وقتو كيفاش على هذيك نقولوا بلي ودي ايش عجب الناس راني نشوف البنت تاع رشيد غازال يا بنت رشيد غازال والله لا شيخ شو بير هدر على الترج الرجاء المستغلمي يا ودي بصحتنا بصحتنا طلعنا طلعوا كلي قال لك لا حطوا غير كرع لا طلعوا بصحتنا ما نقول لك صيف منا مشتى في الشرق اللي مخلطة على الجزائر هذه هي اخويا
الناس تحسبها تخدم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.